مشاهدينا الاعزاء اينما انتم اينما كنتم نحييكم وهذه تحيه من برنامج اهلا رمضان عبر شاشه تلفزيون السلام، واليوم من مسمكة ابناء البلد دائما معكم كانت وما زالت مسمكة ابناء البلد الوفيه في تقديم افضل انواع الاسماك وكل انواع الاسماك ذات الجوده العاليه وايضا الطازجه لابناء شعبنا في طول كرم. اهلا وسهلا فيكم في فرعنا في شارع الحدادين في طول كرم مقابل صيدليه الرحمه 2. مسمكة ابناء البلد دائما وابدا على استعداد تام لبيع الاسماك وايضا لتحضير الاسماك في داخل المسمكه لكم ومن اجلكم، ورمضان من عند اسماك ومسمكة ابناء البلد دائما غير. مشاهدينا نشوف الناس ونشوف الاجابات واكيد في كمان جوائز من مسمكة ابناء البلد. مشاهدينا مسمكة ابناء البلد في طول كرم شارع الحدادين مقابل صيدلية الرحمة 2، مسمكة ابناء البلد على استعداد تام لتقديم لكم الاسماك بالجودة العالية من حيث أنها أسماك طازجة وبمختلف أشكالها. لعشاق الأسماك في رمضان وغير رمضان خلوا مسمكة ابناء البلد خياركم في شارع الحدادين في طول كرم. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. صح. أعرف عليك من المجد. يا سيدي. يا من المجد. الله يسلمك يا رب. الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك. كيف رمضان معك؟ الحمد لله بجنن. من أحلى أيام رمضان. أكيد رمضان مميز جدا هذا العام وإن شاء الله بظل متميز فيكم. وأهلا وسهلا فيك. مسمكة ابناء البلد سمعت فيها؟ آه. كانت عند الهوج ونزلت تحت شارع الحدادين. اكيد كل شيء كل الاحترام لك. كيف تعاملتي معهم؟ اشتريت اكثر مره اشترينا ما شاء الله عن شغله مرتب مرتب جدا والسمك عنده طازه يوم بيوم ونظف للناس وبنظف السمك 100%. اكيد كل التحيه لاخونا خضر ابو تمام. اهلا وسهلا فيك. فيك اكثر. من هو كريم الله؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه السلام. خلاص خلاص شوي شوي ما اعطيتكيش جواب جزء صح. بلا سيدنا موسى. متأكدة يعني؟ اه. جواب نهائي؟ جواب نهائي. إجابة صحيحة أكيد سيدنا موسى عليه السلام هو كريم الله. هذه جائزتك تاخذيها من عند مسمكة ابناء البلد. شكرا لكم. شو بتقولي لهم؟ شكرا لكم وإلهم وكل عام وأنتم بخير والصحة والسلام يا رب ونعاد علينا وعليكم. شكرا لك يا ابن المجد. شكرا لكم. مشاهدينا مع مسمكة ابناء البلد دائما أنتم تختارون الأسماك بشكل دقيق. مسمكة ابناء البلد في طول كرم شارع الحدادين مقابل صيدلية الرحمة 2. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير. أعرف عليكي. إيه سجا كشاوي. يا سجا الحمد لله تمام. الله يسعدك سجا. كيف رمضان معك هاي السنه؟ الحمد لله تمام. اليوم شو مشاريعكم بالافطار؟ عازمين معزومين؟ لا والله معزومه. يلا يسعدك صحه وعافيه. مشاهدينا اكيد دائما افطارات رمضان ما في اسكى منها لما تكون افطارات الاسماك. تحب السمك؟ اه بنحبه. ماشي تمام يعني. ماشي اه الامور. اكثر نوع سمك بتحبي؟ الدنيس. الدنيس الله عليك. شوي قلي حشي؟ لا شوي. شوي ممتاز. يعني الدنيس وشوي ورمضان يا جماعة أنا متأكد إنه أنتوا هسه ها بلش وجع البطن، بس لكن دائما رمضان جميل جدا مع مسمكة أبناء البلد فاختاروها واختاروا أسماكها الطازجة يوميا. جاهزي يا سجا؟ آه يلا سجا رح نسألك سؤال إن شاء الله بيكون سهل بالنسبة إليك. سؤالنا لإلك كالتالي ركزي فيه عشان نكون إحنا وياك أصحاب. السؤال المسك، تعرف المسك؟ من ايش استخرج؟ بتعرف من وين؟ من حيوان. ايش هو الحيوان؟ اللاما. لا مش اللاما شوي صح. انت بلشت تفكر صح. الغزال. الغزال. غزال. جواب نهائي. جواب نهائي. يا غزال يا غزال يا غزال. مسمكة ابناء البلد احلى مسمكه فيها السمك الغزلاني. واجابه صحيحه الغزال يستخرج منه المسك. تفضلي جائزتك مسمكة ابناء البلد. ايش يسلم ايديكم رمضان كريم ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. مشاهدينا دائما وابدا مسمكة ابناء البلد في طول كرم شارع الحدادين مقابل صيدليه الرحمة 2. كل عام وانتم بخير. انت بخير يا اخوي. شو الاخبار؟ الحمد لله. اعرف عليك مصطفى جمال فلامي. اهلا وسهلا يا مصطفى. كيف امورك؟ الحمد لله رب العالمين. من اول رمضان لحد اليوم افطرت سمك؟ لا ما افطرت السمك. لا بتحبش السمك؟ بحبه بس ما جاش فرصه لسه يعني. ولا الاولاد بحبوه؟ لا بحبه. بحبه. شو اكثر سمك بتحبه؟ دنيس. دنيس. شو شوي كلي؟ لا كلي. كلي؟ الله عليك. طيب يا سيدي مسمكة ابناء البلد سمعت فيها؟ بجوز انا بشتري من سوق المدينه والله مش يعني
بس مكتبنا البلد موجود اكيد في طول كرم في تحديدا شارع الحدادين مقابل صيدليه الرحم 2. بس مكتبنا البلد الحلو فيها انه عندهم تشكيله واسعه ومتنوعه من الاسماك وباسعار كثير حلوه، والحلو في الموضوع انها طازجه يوميا. بس مكتبنا البلد ان شاء الله اليوم تربح معنا تكون جاهز تمام وبتزورهم، وبلكي على ايدهم بتكون اول مره تاكل سمك هذا الشهر، يعني بيكون يعني هي اجتك افطار هيك يعني جاهز وكانه مرتب لك الموضوع. يلا يا سيدي جاهز؟ جاهز. يلا السؤال لك، من هو العالم العربي الذي لقب بابو الكيمياء؟ مش عارف. ابو الكيمياء. يلا، من هو العالم العربي الذي لقب بابو الكيمياء؟ هل هو محمد الفراطي، يامن الغالدي، ولا جابر بن حيان؟ جابر بن حيان. جابر بن الحيان. جواب نهائي؟ نهائي. إجابة صحيحة، أكيد جابر بن حيان هو العالم العربي الذي لقب بأبو الكيمياء، وهي جائزتك مباشرة من مسمكة أبناء البلد. شكرا. ان شاء الله بتكون السمك ممتاز وبتاخذ جائزتك، وان شاء الله كمان دائما بنكونوا بصحه وافره وبعطاء متزايد. شكرا لك. مشاهدينا دائما وابدا كل عام وانتم بالف الف خير مع مسمكة ابناء البلد في طول كرم، بنحييكم كل عام وانتم بخير. بدي بالف خير حبيبي. تعرف عليك جهاد عامر من علار. جهاد، كيف امورك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف رمضان معك؟ الحمد لله خفيف ومنيح. وشو وضع السمك معك؟ من اي ناحيه يعني؟ بتحبوه بتحبوش؟ لا بناكله. تاكلوه في رمضان تاكلوه؟ لا بلا بناكله. شو اكثر سمك بتحبه؟ البوري. البوري. بتحبي الجمبري؟ اه الجمبري. واو. انت شو بتحبي؟ جمبري. ما شاء الله ما شاء الله. انت شو بتحب؟ هو بحب سمك اسمه لا اكلتهم المفضل السمك. لا السمك دائما بالشهر بشتري 3-4 مرات باكلوه. الجمبري امي بحبه، بحب الجمبري. ما شاء الله ما شاء الله، خلي لك اياهم. طيب اليوم برنامجها برعايه كريمه من مسمكه ابناء البلد. مسمكه ابناء البلد موجوده وين؟ في شارع الحدادين مقابل صيدليه الرحم 2. ما بعرف اذا تعاملت معها من قبل او شفتها او بسمك. لا ما تعاملت معهم لسه. طيب مكتبنا البلد ان شاء الله هالمره راح تشوف، بما انك بتحب السمك وهنا الاطفال عندك بيحبوا السمك، الله يخلي لك اياهم. الله يحفظك. ان شاء الله بعطيك سؤال بتفوز بتتعامل معهم بتشوف عندهم السمك المميز لانه طازه يوميا. سؤالنا لك، من هو الذي لقب بعميد الادب العربي؟ عميد الادب العربي. بتعرف ولا اعطيك خيارات؟ اعطيني خيارات. هل هو احمد شوقي؟ ركز معي، هل هو احمد شوقي، غسان كنفاني، طه حسين؟ ما تشوكي. طه حسين. طه حسين. طه حسين. أكد؟ أكد. نهائي؟ إجابة صحيحة، طه حسين هو من لقب بعميد الأدب العربي. تفضل هي جائزتك، تأخذها من مسمكة أبناء البلد وكل عام. وأنت بالخير حبيبي، وإن شاء الله إلهم إلى الأمام وربنا بنطيهم ونحل السلام. نجربهم إن شاء الله. نجربهم إن شاء الله اليوم. لهون نوصل لختام حلقتنا المميزة مع مسمكة أبناء البلد، فعلا مسمكة متميزة بما تقدمه من أسماك طازجة. بطبيعة الحال إمكانية بيع الأسماك داخل المحل، وأيضا إمكانية التواصي على الأسماك، وبطبيعة الحال تجهيز الأسماك من أسماك شوي وقلي وحشي إلى ما آخره. دائما وأبدا خياركم ليكن مسمكة أبناء البلد في شارع الحدادين مقابل صيدلية الرحمة 2 في طول كرم.